مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الثورة. كان طلاب الجامعات هم الذين أطلقوا الشرارة الأولى لثورة التغيير السلمية، وتحديدا طلاب جامعة صنعاء، لكنهم في المقابل خسروا حتى الآن فصلا دراسيا كاملا. ظن الطلاب ومعهم هيئة التدريس أنها مجرد أسابيع وتنتهي مهمتهم ليعودوا بعدها إلى مقاعد الدراسة، لكن الأمر أخذ وقتا أطول تجاوز الشهور، بينما ظل الطلاب خلالها صامدون يهتفون في الساحات لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس، لكنه سقط فصل دراسي كامل قبل أن يتحقق هدفهم. ومع اقتراب رحيل الفصل الثاني رحل الرئيس بصورة غير نهائية حيث لا يزال في الصورة. اتحاد الطلاب كان صاحب الدعوة إلى توقيف الدراسة في جامعتي صنعاء وعمران، وهو الآن نفسه يقود حملة إعادة الدراسة إلى الجامعة بعد أن أدرك الجميع أن استمرار متابعة تحقيق أهداف الثورة لا يستدعي توقيف الدراسة. وكذلك نقابة هيئة التدريس رحبت بعودة الدراسة إلى جامعة صنعاء وأبدت استعدادها لاستئناف عام دراسي حافل بالعطاء، ومن المقرر أن يكون الدراسة قد بدأت يوم الأحد. ولمناقشة هذا الموضوع استضفنا الأستاذ الدكتور مصطفى الأصبحي، أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء وعضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران. ومعنا الأستاذ رضوان مسعود، رئيس الاتحاد العام لطلاب جامعة صنعاء وعمران. أهلا ومرحبا بكم. واسمح لي دكتور مصطفى أن نبدأ حلقتنا مع رئيس الاتحاد الطلاب رضوان مسعود. سيد رضوان، ألا تعتقد أن الكلفة التي دفعها الطلاب باهظة وخسروا فصلا دراسيا كامل وهم الآن في منتصف الفصل الدراسي الثاني، هل تعتقد أن الثورة كانت تقتضي توقيف الدراسة وحرمان آلاف الطلاب من الدراسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر والتقدير لقناة يمن شباب على الاستضافة في هذا الظرف الحاسم في جامعة صنعاء. أولا قبل الإجابة أريد أن أوضح بعض الأمور. عندما انطلقت شرارة الثورة من بوابة جامعة صنعاء كان يأتي البلاطجة والقتلة والعصابات الإجرامية التابعة لعلي صالح إلى بوابة الجامعة، واستشهد الطلاب في بوابة جامعة صنعاء، وكان العديد من الطلاب والعشرات من الطلاب استشهدوا في هذا المكان في بوابة جامعة صنعاء، ومئات الجرحى ومئات المختطفين. في هذه المرحلة في شهر واحد من هذا العام، في شهر يناير وفي فبراير وفي مارس وفي انطلاق الثورة، وصل حتى برئاسة الجامعة إلى قناعة بأن الوضع في الجامعة لم يعد مهيئ لاستمرار الدراسة، وأصدر مجلس الجامعة قرار في 12/3/2011 قرار بتأجيل الدراسة إلى أجل غير مسمى، وتم الإعلان عن ذلك باسم جامعة صنعاء. في هذه المرحلة كان الجميع مجمع أن الدراسة داخل الجامعة غير مهيئة، لأن الطالب والأستاذ الجامعي والموظف لا يستطيع أو لا يأمن سلامة حياته عندما يأتي إلى الجامعة. فكانت الظروف الأمنية واعتداءات البلاطجة التي دخلت إلى بوابة جامعة صنعاء هي التي أدت إلى إيقاف الدراسة. يعني تقصد أن من يتحمل أو أن من أسهم بقدر كبير في اتخاذ قرار توقيف الدراسة هي جامعة صنعاء والجهات التي قررت أن يكون الاعتصام أمام الجامعة؟ هذه هي ثورة، ليس اعتصام فقط، هي ثورة، والثورات تغير الدساتير والقوانين، ليس الأماكن فقط أو الشوارع فقط. هنا عندما انطلقت الثورة في هذه المنطقة بالفعل، يعني عندما كانت جامعة صنعاء في هذه المنطقة وعندما كان يأتي القتلة إلى بوابة جامعة صنعاء، اضطر الجميع إلى إيقاف الدراسة. يعني حياة الطلاب كانت بالنسبة لنا مقدمة على التدريس، مقدمة على الدراسة. أننا نحافظ على حياة الطالب ونحافظ على حياة الطالبات في هذه المرحلة كانت بالنسبة لنا أولوية، فاضطرينا إلى أننا نعلن الإضراب عن الدراسة. حتى نقابة أعضاء التدريس أضربوا من في الشهور الأولى للثورة، في شهر 2 أو 3 بدأ الإضراب لنقابة أعضاء التدريس. الأمر هنا ليس مرتبط بضياع فصل دراسي، الآن نحن نرتب لفصل دراسي تعويضي سيأتي لمناقشته، لكننا أردنا أن نعطي المشاهدين الكرام خلفية عن بداية توقيف الدراسة، وأنا أنتقل بدوري إلى الدكتور مصطفى عن مدى إسهام النقابة في البداية إلى اتخاذ قرار إيقاف الدراسة أو تأجيل الفصل الدراسي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، بالنسبة لإيقاف العمل في إيقاف الدراسة في الجامعة كان له
عدة متطلبات ودوافع. الدافع الأول هو الإتيان بمجموعة من البلاطقة وافتراش ساحة كلية التجارة للأكل والشرب وضرب الطلاب المعتصمين في باب الجامعة يوم 12 فبراير. بدأ هناك حشد من قبل مسؤولي الأمانة زي حافظ معياد والأكوع وغيرهم بتجميع بلاطقة مجموعة من البلاطقة، وقاموا بتفريق الطلاب المعتصمين بباب الجامعة حتى وصل الأمر بالاعتداء على الهيئة الإدارية في نقابة أعضاء التدريس يوم 14/2/2011، وتعرضوا للتهديد والشتم البذيء والضرب. هناك أربعة من أعضاء الهيئة الإدارية منهم الدكتور رئيس النقابة عبد الله العزعزي والدكتور محمد الظاهري والدكتورة فاتن عبد محمد والدكتور جميل عون والدكتور مصطفى الأصبحي، مما اضطرنا إلى إصدار بيان إدانة بتنحية جامعة صنعاء عن المشاكل والاعتصامات داخل الحرم الجامعي، فلم تستجب إدارة جامعة صنعاء لذلك. في اليوم التالي جاءوا بنفس الموقف ببلاطقة وعسكرت الجامعة بالأمن القومي والأمن السياسي وما أدراك لتفريق طلاب داخل الجامعة معتصمين. تلك الأمور ساهمت ب يعني تأجيل الدراسة، دفع الأمر بتأجيل الدراسة، يعني أن الجانب الرسمي أسهم بشكل كبير بي هو الذي دفع إلى وقف العمل داخل الجامعة قاصدا ذلك، مما اضطر مجلس أو إدارة الجامعة إلى إصدار قرار، أو إدارة الجامعة كما هو صادر بالإعلان أن الدراسة يوم صادر هذا الإعلان يوم 12/3 أن الدراسة موقوفة إلى أجل غير مسمى. هل اتخذ هذا القرار مجلس الجامعة أم لا؟ لا نعلم عن ذلك شيئا. القرار أنا من وجهة نظري من الناحية القانونية بإيقاف الدراسة يجب أن يمر عبر قنوات. رئيس الجامعة يصدر القرار بعد أي 3 أيام من ذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجامعة يعرض على مجلس الجامعة. بعد ذلك يرفع إلى وزير التربية التعليم العالي والبحث العلمي. إذا رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة لإيقاف الدراسة يرفع إلى المجلس الأعلى. رئيس الجامعة رمى بتلك الإجراءات عرض الحائط وفقا لمزاجه واتخذ إجراء قرار وقف الدراسة في 12. يعني بدلا من أن كان يقوم بإجراءات لتأمين الدراسة في الجامعة والإخلاءها من البلاطقة وأفراد الأمن، لجأ إلى خطوة أسهل وهي توقيف الدراسة للإضرار بمصلحة الطلاب، بدلا من الذهاب إلى الجهات المعنية بإخراج البلاطقة والأمن وما أدراك، ذهب إلى معاقبة الطلاب في ذلك الأمر بالمخالفة إلى قانون الجامعة رقم 17 لسنة 95 ولائحة التنفيذية. من خلال الصورة التي أعطيتمونا إياها أنه توقفت الدراسة في جامعة صنعاء لأسباب عدة، ربما أبرزها تعمد جامعة صنعاء رئاسة الجامعة لاتخاذ هذا الإجراء كإجراء عقابي للطلاب التواقين للتغيير، إلا أن الأمر يبدو في نظري غير عادل بأنه الطلاب الجامعات الأخرى لم يتوقفوا عن الدراسة ولم يخسروا عاما دراسيا. برأيكم إلى أي مدى يبدو الضرر أو الخسارة ألحقت بطلاب جامعة صنعاء وحدهم؟ بالعكس، طلاب جامعة تعز تأجل العام الدراسي بنفس وضع جامعة صنعاء. جامعة البيضاء بنفس الموضوع، جرت امتحانات عشوائية إلا أن غالبية الطلاب لم يدخلوا الامتحان بالنسبة للفصل الثاني. جامعة الذمار بنفس تحت التهديد والترغيب تم إجبار الطلاب على دخول الامتحانات. هذا ما تم ليس جامعة صنعاء، وإنما هناك في جامعات أخرى جرى لها مثل ما جرى لجامعة صنعاء من تأجيل الدراسة ووقفها. سيد رضوان، ذكرنا أن السبب في توقيف الدراسة بجامعة صنعاء كان سبب تعسكرت البلاطقة فيها وأصبحت مركزا لأفراد الأمن من مختلف الاتجاهات، فما الداعي كان لإيقاف الدراسة بجامعة عمران وربما كانت بعيدة عن أماكن التجمعات أو بعيدة عن الخطر؟